أطقم الأسنان الأولى ظهرت في إيطاليا سنة 700 قبل الميلاد. كانت عبارة عن أسنان بشرية مع قطع من أسنان الثور وفرس النهر وعاج الفيل محشورة في أسلاك من الذهب، وكانت بتفوح منها رائحة كريهة وشكلها كان شاذ ومفتعل. التقنيات الحديثة دلوقتي وفرت طرق كتيرة متنوعة في مجال تركيب وزراعات الأسنان. ما بقاش بس طريقة لإعادة تأهيل الأسنان، لكن كمان لتجميل الأسنان والحصول على شكل أجمل وثبات ومتانة وراحة وإحساس طبيعي. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا في عالم طب الأسنان طبعا، لكن خلينا أقول لكم حاجة لطيفة جدا. بيقول لك إيه، دراسة أثبتت إن أصحاب السنان اللي مش حلوة أقل فرصة في التعارف. عملوا تجربة جميلة جدا، مهندس دارين بيرت ومدير التسويق بتاعت البروجيكت ده اسمها إليزابيث هيلي، دول شباب، واحد 35 هي، هو 35 وهي 30. عملوا تجربة لطيفة، عملوا حسابين على الفيسبوك، وواحد منهم بصور سنان حلوة والتاني بصور سنان مش حلوة. مجرد بس تغيير السنان هو ده اللي عملوه، بس لو انه خلال اسبوع واحد الابتسامة الحلوة جابت لهم 1500 رسالة لحساباتهم. الحسابات التانية او الحساب التاني اللي فيه الابتسامة اللي مش حلوة جاء فيه 240، من 1500 ل 240. انتوا متخيلين؟ طبعا برونو سيلفا ده دكتور سنان يعني في بريطانيا، قال انه شكل الاسنان مهم جدا منذ القدم، وقال انه التجربه الاجتماعيه ابرزت هذا الامر ابرازا حقيقيا. حوار مثير للغايه عن الزراعه، وخصوصا انه في اخطاء كبيره جدا في عالم الزراعه الان بتقال. بما اننا في الفتره دي بنصوب الاخطاء، فانا قلت طبعا لازم نذهب إلى مالك في المدينة، لا يفتى ومالك في المدينة. ضيف العزيز هو النجم المتميز السوبر ستار عالم هذا السحر، عالم الأسنان، الذي يبدع دائما في حوار، والذي سيمتعنا في حوار أكيد مختلف. هو ضيف العزيز الزميل والصديق العزيز الأستاذ دكتور نور الدين مصطفى. فرق كبير جدا بين تجميل الأسنان وتشويه الأسنان. تجميل الأسنان بالذات أول خطوة الحالة لازم تاخدها هي أنها تروح لدكتور تجميل أسنان. دكتور تجميل الأسنان هو اللي عنده الأدوات والفيجن اللي تقدر تحولني من الشكل اللي مش مظبوط لشكل جمالي متناسق. ده إجراء مهم جدا، ده حاجة في وشي. احنا بنتعامل دايما كده، عندنا شعار اسمه التجميل في التفاصيل. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، تخصص في مجال تجميل الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الكونغرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك. ضيف العزيز دكتور نور، أهلا بيك ومنور دكتور. وحشني جدا جدا. أنا عايز أبدأ حوار أول عن زراعة الأسنان. أنا حاسس أنه فيه تخاريف بتتقال، انا حاسس ان في غلطات جباره، بس الاول يعني نمسك كده زراعه الاسنان بالراحه ونشوف وصلت لايه، وكلمني على التخاريف اللي بتسمعها دلوقتي. تمام. الاول احنا عايزين نعرف بس الناس من الاول خالص يعني زراعه اسنان. احنا السن اللي ربنا خلقها عباره عن جدر جوه العظم الفك، وطالع منها الجزء الخارجي اللي هو الكراون. يبقى اذا لما هاجي اعمل زراعه اسنان وهعوض سنه مفقوده او هفقدها، يبقى هعوضها بنفس الطريقة. فالزرعة هي عبارة عن أجزاء، جزء الأول بيتحط جوه العظم، تمام؟ هنشوف هنا أدي الجزء التيتانيوم ده بيتحط جوه العظم، وبعدين الأباطمنت أو الجزء الخارجي اللي هيركب عليه الكراون أو الجزء اللي بنشوفه. فبالتالي هو واخد نفس الميكانيزم أو الشكل بتاع السنة الطبيعية. فالناس يبقى متخيله بس الزرعه دي، لان لسه ستيل لغايه النهارده في ناس مش فاهمه او مش عارفه يعني ايه الزراعه. في ناس لغايه النهارده فاكر ان الزرعه دي حاجه بنحطها وبتنبت، يعني في ناس متخيله. ما هو
ما هو لسه ما حد يعني برضو الزراعة برغم انها انتشرت وبقت موجودة في الوطن العربي بشكل كبير وعندنا دكاترة كتير محترمة جدا بتعمل زراعة وبتعمل نتائج هائلة جدا، بس استيل في ناس مش مستوعبة الزرعة هي عبارة عن جزء جدر بحطه جوه العظم وبعد الوقت اللازم سواء قررنا ان هو يتعمل له immediate load او delay load اللي هو بعد الفترة اللازمة ان العظم بيمسك في الزرعة. لازم الناس تفهم ان هو اصلا الاكتشاف جه ازاي. في عالم في الخمسينات اكتشف ان مادة اسمها التيتانيوم لما بتتحط جوه العظم العظم بيتخيلها عظم فبيخش يبات جواه تمام، وبتاخد وقت معين لغايه ما يحصل حاجه اسمها اوسيو انتجريشن او عمليه التعظم ان يحصل تعظم كامل بين الزرعه وبين العظم ده. والفتره دي هي اللي احنا بنستناها، عشان برضو دي معلومه احنا عندنا ثلاث حاجات، في ان انا اخلع واستنى اما العظم يبقى مؤهل للزراعه، وفي ان انا اخلع وازرع ده اسمه ايميديت امبلنت ان انا بخلع وازرع، وفي ايميديت لود ان انا بخلع وبزرع وبركب. ففي ثلاث حاجات، في شروط لكل حاله، فما ينفعش الحالات تيجي تقول لي انا هزرع هزرع هخلع وازرع وركب النهارده. مش انت اللي تقول، الاشعه اللي بنعملها والتحاليل اللي بنعملها هي اللي بتقرر احنا هنعمل لك ايه وايه الانسب بالنسبه لك. ده بالنسبه للزراعه عشان الناس تبقى استوعبت بس فكره الزراعه والايه والحاجات اللي مش فاهمها قوي. الزرع عبارة عن جزء بحطه جوه العظم بسيبه الوقت اللازم بعد كده بركب عليه الجزء الخارجي. طيب برضو هل هكون واقعي لما أقول لك لما واحد يفقد سنة الأفضل له يعمل زراعة ولا يعمل تركيبة كوبري بريدج بين تمام. السنتين؟ لأن الحكاية دي يعني أنا أعتقد أنه كتير من الناس بتتوتر فيه. تمام. هو طبعا انا يعني مش ضد التركيبات الثابته لان هي حل ستاندرد موجود طول الوقت، لكن خلينا نتفق على كذا اتفاق. اول حاجه حضرتك فقدت السنه ليه؟ لانك ما قدرتش تحافظ عليها. طيب لما تخلع سنه انت ما قدرتش تحافظ على سنه واحده، هتعمل مكانها تركيبه ثابته، يعني هتحضر سنه قبل السنه المخلوعه وسنه بعد السنه المخلوعه وهتركب كوبري. تمام. الكوبري اصلا طريقه تنظيفه اصعب من السنة الطبيعية، فانت اوريدي ما قدرتش تحافظ على سنة هتقدر تحافظ على كوبري، فده الاول كونسبت. تاني حاجة، انا التحضير ده عشان اعمل تركيبة ثابتة لازم اعمله عند دكتور متخصص في التركيبات الثابتة، لان في ناس كتير عملت تركيبات سببت التركيبات في الفيديو اللي احنا هنشوفه ده. ادي عندي هنا سنة اتخلعت، هنبدأ نحضر الاسنان ونعمل كوبري. هو بما ان هو مش قادر ينظفها كويس فممكن يحصل التهابات في الاسنان اصلا، دي كده الزراعه كده هو كده يعني استبدل حط على طول حط زراعه. هنا الزراعه احنا حطينا الزرعه ما لمسناش السنتين اللي جنب الايه الجزء اللي اتخلع، فبقى الجزء ده قايم بذاته، حافظ على العظم اللي احنا زرعناه ده رقم واحد، يعني حافظ على العظم اللي احنا زرعنا فيه ده رقم واحد، وفي نفس الوقت ما ضرش وما لمس السنان الثانيه، بالاضافه ان انت هتنضفه بنفس الطريقه اللي بتنضف بيها سنه عاديه. هنا بقى احنا هنعمل تركيبه ثابته فبنحضر السنان، فممكن وانا بحضر السنان اروح لدكتور مش متخصص فيحضر لي غلط، ادي واحد. لو الدكتور متخصص وحضرها لي صح وركبنا التركيبه الثابته ممكن يبدا يحصل عندي التهابات بقى في الاسنان حتى في حاله الصح. ما هنا دلوقتي انا ما قدرتش احافظ، ما هو السنه اللي ربنا خلقها لي كانت صح، هي السنه اللي ربنا خلقها دي كانت غلط، ما كانت سنه طبعا. بص بدا يحصل عندنا التهابات، هنبدا نخسر السنان اللي احنا ركبنا عليها اصلا، بقت المشكلة أعظم. يعني أنا جاي بعوض سنة واحدة رحت مبوظ سنتين كمان. هنفضل بقى ناخد السيكونس ده، وزي ما بنقول كده حاجة اسمها الأسنان هتكر. خلعت سنة بعد كده بقوا ثلاثة، بعد كده التلاتة عايز أعوضهم برضو بتركيبة ثابتة، يبقى أخد خمسة فهركب على أو سبعة مثلا، بعد شو بقى عندي نص قرش خسرته، بعد شوية هخسر القرش كله لو ماشي في السيكونس ده. طبعا بالإضافة إن أنت زي ما أنت شايف كل شوية العظم عندنا بنخسره، يعني العظم في الأماكن اللي مخلوعة عمالين نخسرها. فعلشان كده أنا مع إن أنا لو عندي سنة اتخلعت أو هتتخلع أنا رأيي إن أنا أزرع مكانها. ليه؟ هاخد بقى كل فوائد الزراعه، الحفاظ على الاسنان المجاوره، الحفاظ على شكل العظم اللي موجود بكثافته. عظيم. قصه الاشعه ثلاثيه الابعاد، معلش يعني هنجيب الكلام بالراحه خالص. تمام. اول ما بدانا نتكلم عليها اعتقد البعض سواء مرضى او اللي ما عندهمش اشعه ثلاثيه الابعاد اللي احنا بنتكلم عليها، لانه من يمتلك جهاز اشعه ثلاثيه الابعاد هيروج لها. تمام.
فقعدنا نقول كلام وإلى آخره. لكن أنا دايما كنت بقول إيه، إنه مع مرور الوقت في حالات في كل مكان بتقول يا ريتني الحالة النفسية عملت أشعة ثلاثية الأبعاد، والدكتور بيبدأ يكتشف أوبا ما أنا لو كنت عملت أشعة ثلاثية الأبعاد ما كنت اكتشفت القصة دي. طبعًا. فأكيد التاريخ مليء بالحكايات اللي يقول أهمية هذه الأشعة. طبعا احنا عايز بس أفكرك إن احنا أول ما بدأنا نتكلم على الأشعة ثلاثية الأبعاد من أول حلقات الدكتور، احنا اصلا ما كانش عندنا أشعة ثلاثية الأبعاد في المركز. احنا كنا بنقول إن أشعة، انت النهاردة دكتور عمود فقري، هينفع واحد عنده مشكلة في العمود الفقري تقرر له العلاج وتعمل له عملية من غير ما تعمل رنين؟ ينفع؟ ما ينفعش، صح كده؟ طيب مع ان الدكتور ده ما عندوش اصلا رنين، يعني ما فيش حد دكتور، ما فيش دكتور عظام عنده رنين في العادة عنده. هو بيطلب الرنين دي لانها من التولز او من الادوات التشخيصية المهمة جدا عنده. واحنا لما طالبنا ان الحالات تعمل اشعة ثلاثية ابعاد مش بنطالب عشان احنا كان عندنا، لا كنا كانت الحالات كنا بنبعتها مراكز متخصصة عشان تعمل اشعة ثلاثية ابعاد. لان زمان كانت الزراعة لما كنا بنعتمد على الاشعة البانوراما دي اشعة 2 دي ثنائية الابعاد، فبتدينا معلومات قليله وبتسيبنا نستميت او نقدر كميه العظم وطوله وارتفاعه. لا طب انا عندي اشعه زي دي زي ما انت شايف كده، انا الاشعه دي قبل ما بنزرع دكتور الجراحه المتخصص في الجراحه بيعمل بلان، بيعمل خطه للزرعه بتاعته لغايه التركيبه. يعني هو مش بيحط الزرعه بس، الزرعه دي لازم تتحط في اتجاه العظم صح. انت شايف احنا عمالين نحرك في الزرعه عشان نحطها بالظبط في مكان العظم باتجاهها، لان العظم نفسه لاتجاه. انت ممكن تبقى انت متخيل ان العظم ده مثلا واخد 90 درجه مع وشك وهو واخد مثلا 45. انا لازم اخش، لان لو دخلت بالدرجه اللي هي 90 دي انت ممكن تعدي من العظم، يعني تخش فيه تخش في العظم لكن تقوم معدي. انت لازم تبقى شايف العظم فين بالظبط واتجاهه ايه، طول وعرض وارتفاع. فانت كل الداتا دي بتاخدها من الأشعة الثلاثية الأبعاد. طيب أنا عندي دلوقتي ربنا خلى عندنا العلم والتكنولوجي إن أنا أبقى عارف الحالة هحط الزرعة فين بالظبط والتركيبة هيبقى شكلها إيه، لأن أنت أصلا المهم من الزرع، ما أنا ممكن أحط الزرعة دي ونيجي بعد كده نركب ما نعرفش نركب عليها لأنها اتحطت في اتجاه غلط أو اتحطت في مكان غلط، فبالتالي مش محطوطه في السبيس المتاح ليا. اجي اركب الكراون الاقي الكراون لا جاي يمين لا جاي شمال لا جاي جوه لا جاي بره. لا انت بتخطط الاشعه الثلاثيه بعد، هي بتخليك تخطط للزرعه من قبل ما تزرعها لغايه انت عارف انا هركب الكراون بتاعي فين وشكله عامل ازاي. فمستحيل يبقى الدكتور عنده التولز دي ويستغنى عنها، يعني ما يعني انا مش شايف ان في منطق لده، والمنطق مش ترويجي. ما هو على فكره الاشعه مش موجود، الاشعه موجوده في مراكز الاشعه. هيك كل اللي مطلوب منك انك هتطلب اشعه ثلاثيه ابعاد تعمل عليها البلان بتاعك وتشتغل. الموضوع سهل. لما بدانا برضو من فتره طويله قوي نقول ان الزراعه ممكن تتعمل في 10 دقائق، الناس فهمت غلط. تمام. انه اعتبروا ان كل زراعه تعمل في 10 دقائق. دي معلومه طبعا. ده احنا اصلا في كمان ناس، يعني في زملاء طبعا انا بعزهم جدا. الاول احنا اول ما قلنا الزراعه في 10 دقائق اول حاجه تهاجمنا جدا. لان قال لك يعني ايه في 10 دقائق؟ الناس كلمات قالت لي تهاجمنا هجوم غير عادي. بعد كده بقى ترند في مصر دلوقتي اي دكتور بيعمل زراعه يقول لك الزراعه في 10 بقت 10 دقائق دي رقم ثابت. الزراعة في 10 دقايق بقى الترند، لدرجة ان في زميل لينا طبعا بعزه جدا عمل فيديو قال لك ايه، قال لك ولازم تعمل الزراعة، هو بيتريق طبعا، قال ولازم تعمل الزراعة في 10 دقايق ولو زادت على 10 دقايق سيب العين وامشي. طبعا هو عنده حق يقول كده لان الناس ما بتفهمش. يعني احنا في نفس الفيديو اللي قلنا فيه الزراعة في 10 دقايق قلت بعديها على طول يا جماعة وانا بقول الزراعة في 10 دقايق هتيجي حالة تقول لي أنا جيت لك العيادة وزرعت في ساعة، فأقول لها أيوة يا فندم جيتي زرعت في ساعة لأن احنا كنا محتاجين نزرع عظم أو العظم غير مؤهل فكنا بنأهله. فعملية الزراعة في 10 دقايق على فكرة أي دكتور زراعة متخصص هي فعلا عملية الزراعة ما تاخدش أكتر من 10 دقايق لو العظم مؤهل. وأنا جايب فيديو لايف، يعني الفيديو ده متسجل لايف، الحالة اتحط، ده اسمه السيرجيكال جايد اللي هو ايه بقى الخطه العلاجيه. عملنا اشعه ثلاثيه ابعاد واتعمل على اشعه ثلاثيه ابعاد سيرجيكال جايد. السيرجيكال جايد ده مهمته ايه؟ ان دلوقتي الدريل هيخش في اتجاهه وفي مكانه مظبوط. بص ادي الدريل، الدريل بيخش
الاول هن هن هنشيل جزء اللثه اللي احنا نخش مكانه. مكبره جدا عشان تبقى طبعا لان احنا قريبين قوي من البق. وعلى فكره انا عايز اقول لك الفيديو ده لما بنزله للحالات الحالات بتخاف. طبعا. بس انا منزله ليه؟ عشان انا دكتور. عشان انا مش راجل بيبيع، انا راجل طبي. فلازم الناس تعرف الزراعه بتتعمل ازاي. مش اقول له اصل احنا هتخش في مش عارف ايه وما تخافش. هي العمليه غير مؤلمه بالمره، بتاخد بنج وبتتعمل في اقل ما بنعمل عمليه علاج عصب. يعني عمليه علاج العصب بتخلص في ساعه، صح؟ ده بعد طبيعي. التكنولوجيا الحديثه. عشان اعمل درس 4 كنال هياخد مني ساعه، هياخد من دكتور علاج العصب افريج ساعه. العمليه ما بتاخدش 10 دقايق. عايز اقول لك ان دي خدت تقريبا 7 دقايق، لان ده الوقت الطبيعي على فكره ومش اختراع. دكتور نور الدين مصطفى ما اخترعش عمليه الزراعه، ده عمليه موجوده في العالم كله. كل دكاتره الزراعه بتعمل كده، دكاتره الزراعه المتخصصه بتعمل كده، ومش حاجه حصري عندنا. ده اي دكتور متخصص في مصر في الزراعه، هي عمليه الزراعه لو العظم مؤهل مش هتاخد اكتر من 10 دقايق، لان هو عباره عن دريلات زي ما انت شايف. بتخش بتحضر العظم وبعد كده الدكتور بيركب الزرعه، بيدخل الجزء بتاع الزرعه. لكن قد تحتاج الحاله لاكتر من كده. لا مش توقيت بس في الزراعه، في ان انا استنى لما يحصل اوستيوجريشن، يعني ما يحصل بالزبط. تعظم عشان اعمل لا وغير كده. انا دي حاله العظم مؤهل ان انا احط الزرعه على يعني كميه العظم كفايه. طب لو حد تاني العظم بتاعه مش مظبوط، او العظم بتاعه في مثلا الانجل بتاعته اصعب، هتاخد وقت اطول. فما فيش حاجه اسمها هي الزرعه 10 دقايق. هو مش ترند، هو هو الزرعه العاديه بتاخد افريج من 5 ل10 دقايق، لان ده السيكونس بتاعها دي العاديه في وجود كميه عظم كافيه، طول وعرض وارتفاع وحاله العظم مؤهله. اعمله في 10 دقايق واقل ان شاء الله. انما مش الحاله هتيجي لازم كل لا، في حالات بنعملها عمليه رفع جيب انفي لان ما فيش عظم اصلا. ده هيحط عظم ويستنى 6 شهور عشان العظم يحصل له تعظم، العظم نفسه. وبعد 6 شهور هيجي يزرع، وبعد ما يزرع هيستنى 3 شهور علشان يركب. فبنتكلم في عملية مستغرقة 9 شهور. لا دي، وفي حالات تانية فيها immediate load بقى. احنا قلنا ان في الاول ان انا بخلع واستنى، او اخلع واهل العظم، او اخلع وازرع واستنى اما الزرعة تمسك، او اخلع وازرع واركب. وده اللي حصل في الحالة دي. على فكرة الناس عندها مشكلة في فهم الحته دي. ايه الفرق بين الزرعه واللود؟ اللود بقى الجزء الخارجي. ايوه اللي انا هاكل عليه. اشرح لهم. هقول لك بقى. مش احنا جبنا اول حاجه الصوره بتاعه الزرعه خالص. حطينا الجدر التيتانيوم. اللي هو الحته اللي هي التيتانيوم دي اللي بنحطها جوه الجدر. تمام. المفروض ان الزرعه دي بتاخد افريج 3 شهور علشان العظم يمسك فيها. تمام. دي في الحالات العاديه. طيب في حالات تانية لما بنيجي نعمل الزرعة احنا شايفين ان كمية العظم كويسة جدا، ولو ربطنا الزرعة عند ربط، احنا لما بنربط بحاجة اسمها رنش، كلها حاجة ميكانيكية يعني. الرنش ده لو ربطنا عند نيوتن معين، فبالتالي بقت الزرعة ماسكة كويس جدا في العظم، انا ينفع اعمل عليها حاجة اسمها immediate load. immediate load اهو احنا ركبنا الزرعة وركبنا الكراون في نفس الوقت. الكراون الثابت. الثابت. القرار ده قرار مين؟ قرار الدكتور المتخصص في الزراعه بس. اللي هو عارف ان انا لما هركب الزرعه دي دلوقتي وهركب عليها الكراون هينفع الحاله تاكل عليها وما حصلهاش مشكله. في حالات تانية احنا واحنا بنربط الزرعه عارفين ان ما ينفعش. ليه؟ لان لو جينا كلنا عليها هيحصل كسر للرابط بين الزرعه وبين الايه؟ وبين العظم. فبالتالي كل ما تيجي الزرعه تمسك في العظم هتتفك لانك عمال تاكل عليها وتحركها. عشان كده قلنا في شرط مهم جدا هو قوه ربط الزرعه في العظم. لو وصلنا لها الرقم، لا الرقم المحدد ده لو وصلنا له اقدر اركب عليه واعمل حاجه اسمها immediate load. غير كده ما ينفعش انت تقول لي، ما ينفعش الحاله تيجي تقول انا اكيد الدكتور من مصلحته ان انت تيجي تزرع وتركب في نفس الوقت لان خلص الحاله. لكن لو قال لك ازرع واستنى 3 شهور هو عايز يشوفك تاني ليه؟ هو عايز يشوفك عشان مصلحتك انت. هو بيبذل مجهود ووقت اطول ليه؟ عشان مصلحتك انت. فالحاله ما تقررش الخطه العلاجيه. تيجي تقول ايه؟ انا عايز ازرع، الدكتور هيعمل الاشعه، يعمل الانفستيجيشنز بتاعته، ياخد كل الاجراءات بتاعته ويقرر هو محتاج يخلع ويزرع، ولا يخلع ويستنى، ولا يخلع ويزرع ويركب. ده كل دي قرارات دكتور المتخصص في الزراعه بس. 2 دخل، واحد زرع قعد 3 شهور لغايه لما حط اللود. تمام. او لغايه لما حط الصنبوش الابيض فوق الزرعه اللي هاكل عليه. اللي هاكل عليه خلاص. بالظبط.
واحد تاني في نفس سنه اتعمل له، لا درسنا العظم زي ما انت قلت، لقينا العظم كويس، عملنا له تحميل مباشر في ساعتها. تمام. الاثنين الزرعه بالنسبه لهم جامده كويسه، هتستمر الهاف لايف بتاعها او الديورابيليتي بتاعتها هتقعد سنين. اشكرك على السؤال ده، ده سؤال مهم جدا. في الكتاب نسبه نجاح الزرعه الديليد 95%. ديليد اللي هي متاخره، اللي هي اللي متأخر. بتزرع وتستنى 3 شهور. نسبه نجاح الزرع الايميديت لوت 90%. الايميديت لوت اللي هي اللي هي ركبنا على طول عشان نبقى واضحين وما بين ايه يعني، ما يبقاش فيه كلام. اكيد اللي هستنى عليها 3 شهور حتى لو رابط فيها جامد هيبقى الديورابيليتي بتاعتها ولو بفرق بسيط اكتر اكتر من الايميديت لود. احنا الايميديت لود بنعمله في حالات معينه وبنبقى شبه واثقين انها ان شاء الله هتنجح، لكن لازم نتكلم كلام العلم. اكيد الديلي يعني الديورابيليتي او السكسس ريت بتاعها اكبر من الايميديت لود. ده ديفينيت، ده سؤال ديفينيت عشان ما نقولش بقى ايه ان احنا بنروج ولا بنقول لا الايميديت احسن. ده الايميديت بنعملها في ظروف معينه والناس معينه. طيب السؤال الجاي ده سؤال مهم قوي. واحد صديقي يعني قال لي انتوا لما بتتكلموا في هو بيشتغل بره في طب الاسنان بتتكلموا على ستاندر معين، يعني على مستوى معين، بتتكلموا على حاجات معينه بالنسبه للتركيبات مثلا زي السيركونيا زي الاي ماكس. قال لي الحاجات دي غاليه مش رخيصه. تمام. قال الزراع ممكن حد ما يكونش معاه فلوس كويسه وعايز يعمل تركيبات، طب الزراعه، طب ما في زراعه المانيه، في زراعه مش عارف ايه، مش عارف انت. هل الزراعه زي التركيبات الفاريابيليتي بتاعتها ممكنه ان انا اتقبل زرعه ماديا مش غاليه واشتغل بيها لو الواحد اقتصاديا ما هوش فلوس؟ بص انا دايما في الصحه في يعني بؤمن عامه في الصحه عامه بؤمن ان انا اعمل احسن حاجه. ليه؟ الدكتور يبقى مطمن والحاله تبقى مطمنه. طيب قصه بقى ان انا اعمل مثلا زرع صيني. طب انا 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 مش شايف ان يعني انت شفت الزرعه دي؟ شفت طبعا زراعات صيني. ده في زراعات من مصادر مجهوله على فكره. ما انا بقول يعني الزراعات دي انا دايما بعتمد على زرعات معتمده. معتمده بقى اتحاد اوروبي، معتمده امريكا، اللي هي اتحاد اوروبي طبعا يعني المانيا، سويسرا، السويد، ايطاليا، الدول المعتمده، لان الاتحاد الاوروبي ليه كواليفيكيشن هتعديها هتبقى الزراعه كويسه. امريكا ليها كواليفيكيشن. دول اللي انا بصراحه بعتمد عليهم. انا بتكلم عن انا اللي عايز يشتغل بزرع اقل من كده ده موضوعه، الحاله اللي عايز تركب زرع اقل من كده ده موضوعه. انا بتكلم عن انا بشكل شخصي، انا بعتمد على زراعات اتحاد اوروبي وامريكي علشان خاطر لو لا قدر الله نسبه 1% ولا 2% حصل لها مشكله ما احسش من جوايا ان المشكله كانت في الزرعه. انا بستعمل الزرعه المعتمده في العالم اللي هي من احسن الزراعات في العالم. فبالتالي لو حصل اي حاجه لاي سبب، وده وارد احنا في الطب، ما ينفعش اقول ما فيش حاجه جارانتيد 100%، اقول لك 99% 98%، الكتاب بيقول 95%. لازم نكون علميين ومنطقيين. فانا شخصيا بحب اعتمد على الحاجات المعتمده واللي ابقى مطمن لها. انت شفت مثلا نتائج حالات لزراعات صيني لزراعات غريبه؟ هقول لك على حاجه. انا لا اتخيل ان في دكتور متخصص في الزراعه هيزرع زرع صيني. انا 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 لا اتخيل. ومعظم الفيلير اللي بشوفه بتبقى جايه من حاجتين. رقم واحد الدكتور اللي هو الفشل. الدكتور نفسه مش متخصص في الزراعه، فبالتالي مش فارق معاه هو او ما عندوش ما خد بالك. يعني كلما ازددت علما كلما ازددت خوفا. لكل ما بتعرف فانت بتعرف المشاكل فبتخاف فانت عايز تقللها. كل ما انا ما كنتش عارف فانا ممكن اخش اعمل حلوه دي عجبتني. فممكن اخش اعمل اي حاجه عجبتني جدا دي. بما ان انا مش عارف ايه المشاكل فانا ممكن اجيب زرعه صيني واركبها فهركبها غلط. يعني اول حاجه انا اخترت زرعه غلط وهركبها غلط فنسبه الفيلير هتبقى غلط. عشان كده الزراعه ستيل من الحاجات برغم انها بقى لها اكتر من 20 سنه في مصر لسه مش منتشره قوي. لكن انا برضو باكد ان دكاتره الجراحه في مصر من اكبر واشطر واحسن الدكاتره الحمد لله في العالم في الزراعه. احنا بنحط زراعات مش احنا عندنا، يعني مش بتكلم عن احنا بنتكلم في مصر. الدكاتره المتخصصه في الزراعه بتحط زراعات احسن من امريكا.
احنا عندنا كيسز دوكيومنتد يعني عظيمه. انت بتشوف الحالات اللي جايه من امريكا عادة يعني كويسه، حالات كويسه معموله كويس. لا احنا عندنا، احنا يعني وعندنا كمان زراعة، يعني عندنا كمان تكنولوجي و و و ومثلا في حاجه اسمها زيجوماتيك امبلانت اللي هو بتتحط في الزيجومه تدخل في العظم. الحمد لله واحد من 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 اساتذه الجراحه عندنا لسه عامل عمليه الحمد لله من انجح العمليات معمولها ريبورت. فانت بتتكلم ان مصر الدكاتره فيها شاطره قوي المتخصصه. طيب واحنا بنشوف حالات برضو بنقف عند النقط دي، نقط انه زرع الفشله هي خطا من غير متخصص، اختيار خطا للزرعه، ممكن العيان نفسه كمان اخطا في حاجه طبعا معين. طبعا مثلا الحاله دي، الحاله دي انت ايه رايك في الحاله دي؟ شايف فيها ايه؟ انا شايف سنه حلو صح. طيب الحاله دي شكلها اسنان، بني ادم عنده اسنان اهو شكله صح، مش بني ادم عنده اسنان عادي ولا طب طيب هات بقى الكيس دي اصلا جاي عامله ازاي. انت بتعمل فيا كده يا خبر ابيض. الكيس ده راجل كان حادثه، لا الراجل ده كان عنده حوالي 40 سنه واهمل في اسنانه لغايه ما اتخلعت. انت شايف اصلا شكل اسنانه فوق مفيش سنان، شايف شكله عجوز ازاي؟ يعني شايف الفرق بين الصورتين؟ ما عشان شفت الصوره الثانيه فسنه صغير، هو فعلا سنه صغير. انت فاكر تاخد بالك الفرق بين الاثنين؟ ان هو عمل زراع وركب اسنان. اول حاجه اللي انا عايز اقوله ان الزراعه يا جماعه في الاخر انت بتاخد اسنان شكلها طبيعي جدا. يعني هنا انت لو شفت الصوره دي لوحدها ده راجل بني ادم طبيعي جدا، زرع طبيعي جدا كله؟ ده فوق القرش، ما هو ما عندوش سنان خالص فوق يعني. ما عندوش ولا سنه فوق. طب دلوقتي في الاول اون فور، اول ان فور واول ان 6 في دلوقتي طبعا في اول ان فور واول ان 6 بس احنا بنعمل اول ان فور ليميتد. يعني ايه ليميتد؟ لحالات معينه، لان بنبقى حريصين جدا في اختيار الحاله. الاول ان فور، الاول ان فور لو لا قدر الله انت خسرت سنه من الاول ان فور بقت اول ان 3 وغالبا هيحصل لها مشكله. فلازم تكون دقيق جدا وتحت شروط قاسيه عشان الدكتور يقرر انه يعمل اول ان فور. بس عجبني ان انت وهم متفقين معاك راح منزلين لي اللي بعد قبل اللي يا اولاد الذين عملتوها فيا انا، شفت انا اللي بعمل الحركات دي في الناس. بس عجبتني قوي، انا اول ما شفت الله دي فيها ايه عشان يتعمل اتاري دي بعد ايه اتاري دي بقى. ما احنا عايزين نوري الناس ان الناس بتخلص الزراعه وفي الاخر بيبقى شكلها طبيعي. ما ساب نفسه يدمر السنان في سن 40 سنه، ما هو في ناس كتير وشايف شكله وهو عنده 40 سنه شكله عامل ازاي. انا عايز اجيب الفيديو بتاع التغيير ازاي شكل الواحده بيتغير بسبب ان هي خلع اسنانها. يعني بس الفرق حلو ده الفرق ما بين حد بسنان وبدا يخلع اسنانه، ايه التغيير اللي بيحصل ده؟ تغيير المعلومه دي بتهم الستات قوي. احنا اتعمل سيرفي للوطن العربي، الستات بتلجا لشد الوجه اكتر في سن اقل من الناس بره. انت عارف بره بدأوا يعملوا عمليات شد الوجه دي لما اختاروا الناس عندها 60 سنه و70 سنه، هنا في الوطن العربي ممكن عندها 35 و40 سنه ويبدا يحصل لها ترهل لشكل الوجه بتاعها. ليه؟ دي معلومه مهمه قوي في الفرق ما بين الزراعه وما بين التركيبات عامه. اللي بيخلع اسنان وبيحصل عمليه فيسيولوجيه اسمها بون ريزوربشن، او بيحصل تاكل للعظم بتاعي. طيب انا وشي ده الجلد ده مشدود على ايه؟ على الفكين، على الهيكل. طيب لو الهيكل ده بدا يضمر ويقل ايه اللي هيحصل للجلد ده؟ يبدأ يحصل له ترهل. علشان كده المقوله دايما اللي بنقولها ان الفرق بين يعني بين بين بين, بين حد شكله شباب وفي الوش وبين حد شكله معجز هو اسنان مش سنين. يعني هنشوف الفيديو كده، بص شايف التغيير؟ شايف وشها؟ كل ده بسبب انها خلعت وما زرعتش. الزرع هو الحاجه الوحيده، ما انا لما بحط الزرع جوه العظم ايه اللي بيحصل؟ بيحافظ على العظم، فبالتالي العظم ما يحصلش تغيير. الفرق بين الصورتين دول مش سنين، اسنان وجود اسنان. انا كتير بس كتير جدا من بنات ابص ليها جايه لي ستات، يعني جابت اعرفها معرفه وبتاع تقول لي انا عايز احقن فيلر، اقول لي اعمل ايه وبتاع مش عارف الكلام ده. ببساطه شديده 90% منهم مش محتاجين فيلر،
90% منهم بسألهم سؤال كلاسيكي بيستغربوه جدا، أخبار سنانك إيه؟ يقول لي لا ده أسناني بايظة فين أهو مفيش وخلع هنا وعاملة تركيبة هنا. أنا بس أنا هروح له هروح للسنان قبل الفيلر. أقول له لا أقول لا روحي للسنان الأول وبعدين نشوف بعد كده. هنحتاج نعمل هنحتاج نعمل ولا مش هنحتاج؟ ما بيحتاجوش غالبا ما بيحتاجوش. تعالى أسمعك بقى سؤال لهاني عفيفي، تعالى نشوف مع بعض. مع الانتشار الواسع لوسائل الاطلاع والمعرفة ووسائل التواصل والانفتاح على كل جديد في العالم، زادت معرفة الناس بأهمية علوم كتيرة كانت شهرتها محدودة زمان، زي تجميل الأسنان اللي كعلم وطب موجود من زمن طويل ومستمر في التطوير وتطوير التقنيات والأدوات. ومع زيادة الرغبة في الجمال والشباب، ما بقاش تجميل الأسنان مرتبط بس بالمشاهير والأثرياء زي زمان. بحسب الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، أكثر من 85% من البالغين مقتنعين إن الابتسامة غير الجذابة تخلي الشخص أقل جاذبية للجنس الآخر، وبالتالي بتأثر بالسلب على حياته الاجتماعية وحالته النفسية. ومع الانتشار الواسع للفرع ده من فروع الطب، بتزيد الحيرة في اختيار الطبيب المناسب والصرح الطبي المناسب، خصوصاً إنه علم وطب مرتبط أيضاً بفن وحس وذوق الطبيب ومتانة وفاعلية الأدوات المستخدمة وحداثة الأجهزة. إزاي المريض يختار صح الطبيب والصرح أو المركز الطبي اللي يلجأ له في تجميل الأسنان؟ هغير السؤال حتة بسيطة في زراعة الأسنان، لأن أنا في أي فرع؟ في فرع. طب الأسنان يختلف عن كتير، يعني هو مشابه للجراحات، هو الجراحة طبعاً، لأنه المسألة هنا لو أخطأ المكان في التعامل مع مشكلة السنان هيعمل ديزاستر، هيعمل كارثة. تمام. يعني يمكن مثلا لو حد راح يعمل تخسيس عند حد وغلط، خلاص ما خسش بالظبط، ما هيحصل ايه؟ خد دواء بتاع ممكن يعني ما يكونش افكتيف، بس صعب ان حد يضر حد بدواء يعني. لكن وممكن ممكن، لكن في الاسنان لا فعلا بنشوف مشكله طبعاً كبيره. هما نقطتين مهمين جدا اسال عليهم. الفريق المتخصص اللي هيشتغل لي متخصص ولا لا؟ يعني انا دايما بقول للناس اسالوا على شهادات الناس، ايه المشكله؟ انت مش رايح تتعالج وانت خايف على نفسك؟ اسأل في المكان شهادات الناس اللي بتشتغل ايه. الموضوع بسيط جدا، عشان اتأكد ان الفريق الطبي اللي بيشتغل لي فريق متخصص، خاصة مثلا في الزراعة. الزراعة لو الدكتور مش جراح، احنا بنتعامل في مناطق حساسة جدا زي الجيب الانفي، وتحت فيه اعصاب زي العصب الانفيرير الفيلر، ده العصب اللي ماسك نص الفك اللي تحت. لو لا قدر الله الدكتور مش دارس كويس ومش جراح متخصص، ممكن يحط زرعة جوه يخبط او يقطع النيرف ده ويتسبب لي في حاله تنميل ابديه خلاص لو اتقطع، لو وصل الموضوع انه اتقطع. اذا فانا بتعامل في مناطق حساسه فيها اعصاب في 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 الفكين، فبتلازم يكون الدكتور متخصص جدا عشان ما يحصلش المشكله دي. تاني حاجه، حضرتك لو رايح تعمل بيتك مع مهندس ديكور، مش تقول له وريني شغلك؟ بعد اذنك اسال قول لهم وروني شغلكم، انا عايز اشوف الشغل بتاعكم، ويتاكد ان الشغل ده مش من على النت، يعني تاكد ان الشغل ده معمول في العياده. لا ما هو في عليه علامه مائيه، ما هو في ناس بتجيب شغل ناس من بره ويشيل العلامه المائيه ويحط، اتاكد ان الشغل ده موجود اصلا في العياده بتاعه يعني في المركز ده، الشغل ده اتعمل في العياده. انت من حقك تطمن على نفسك. انت قلت جمله جميله قوي عجبتني، زي ما انا قلت لك ساعتها، انت عجبتني الجمله دي. كلما كان الانسان بيذاكر اكتر او عارف اكتر، كلما ده حمل عليه بيخاف والله، ما حمل عليه يخوفه. يعني اكتر الناس خوفا هم اكتر الناس اللي ذاكروا. عشان كده دايما اقول انه الكلام الحوار الطبي لازم يدار بشكل طبي، لازم يبقى من خلال اطباء، حد يكون فاهم، لانه اللي محدش مذاكر او مش فاهم ابعاد القصه ايه. يعني انا هقول لا اخفي عليك ان انا بدات اعرف كتب الطب الاسنان، يعني بدات اجيب كتب طب الاسنان وده مهم واذاكرها، عشان على الاقل لو حد قال لك معلومه غلط بس انت مسؤول عن البرنامج. ما بالظبط كده، لو حد قال لك انت معلومه غلط وانت مش عارف، فانت ممكن المعلومه دي تتروج. لكن انت دورك، انت القائم على البرنامج limit. فبالتالي لازم تكون عندك المعلومه على الاقل الصحيحه، بحيث ان محدش يقول معلومه مش مظبوطه. وده بنشوفه بقى كتير، لما واحد يطلع مع حد مش اصلا دكتور، ممكن اقول له بقى انا اخترعت مش عارف ايه، وانا جبت ايه، وانا عندي يعني
الحاجات اللي بنسمعها الجديدة في العالم. في ناس بتخترع في الطب دلوقتي. في كوميديا. فاللي قاعد مش فاهم. في كوميديا. طول ما اللي قاعد مش فاهم أقول بقى اللي أنت عايز. ممكن أطلع بكرة وأنا دكتور جلدية واخترعت حاجة جديدة خالص ما محدش عارف أنا مين ولا إيه الموضوع. وهتلاقي اللي قاعد قدامك بيسقف. إيه؟ جدا بجد يا باشا. هو مش معقول عملت كده. معقول انت قدرت تعمل كده؟ مش معقول من غير ما اعرف. اقسم بالله هو مش فاهم حاجه. هو مش دكتور وما عندوش المعايير الطبيه. هو لا لازم اقول لك ان انت اسعدتني وانا اتشرفت بيك. لا اسعدتني. نورتني يا دكتور. اتشرفت بيك. يعني بسعد دائما باللقاء مع ضيفي العزيز دكتور نور الدين مصطفى الصديق والزميل العزيز. كان مبدعا كالعاده وحوارا خارج النطاق التقليدي لكن كله في صلب العلم بتفاصيله. خليكوا دائما مع دكتور.